قرآني قرآني معجزة الرحمن، لما أقرأ فيه أشعر بطمئنان. قرآني قرآني معجزة الرحمن، لما أقرأ فيه أشعر بطمئنان. قرآني قرآني معجزة الرحمن، لما أقرأ فيه أشعر بطمئنان. قرآني قرآني معجزة الرحمن، لما أقرأ فيه أشعر بطمئنان. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنت أسكدي بولا ليال وحين استقنمي إلى سودة وينو عوا محمد عبد الصلاة وترتنك دبي هبلها كسر قولي ستك على أنت كوباد. مركن إن شاء الله تعالى والدينتي علماء دينك أرضي دي دمان رقية دمر إربورك لو قهريمي لو قسر دويني لو قد بالدقي لو نسي قلبين دونا إلى أنت أينو مركزكي سنتر كأو بكر كتقي دونا. وحان إن شاء الله تبارك وتعالى سين دونا كلمات علماء معلمين تا والدين تا إن شاء الله تعالى. مركب حكم كسر دوين يا إمام كمسجد كاش عبد الساق حاشي نور، فليتفضل مشكورا. بسم الله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحن عاوة هل كان كسر دوين إنا سفر حله ولا حمد إلهي شكري كده هن عاوة محمد عبد الصلاد أو كسر قيب في عن أو لحاله كقاضتي قد صعد كي قرآن كمسايد كأبو بكر الصديق هذا أقول كسر هي سي ترتن كي دبي قبلها مسلمين تسوي ما ذين وحالنا هي عو الله كبركيو مستقبل كاجا دين تادا قرآن كاجا عافمات كاجا عقل كاجا الله كبركيو محمد عبد الصلاد ودين عيق تاجن وأبه هذا وحالنا هي تربيات قبلها تربية سي يجهد جيد ذلك أتكون بحسي الله كبركيو أجر الله كاسيو كذلك هو يدد كذلك معلن كذي معلن كقارئ عبد الناصر أوجوج أسقنا مساجدك أبو بكر يا معمول كيس يا علماء كيس يا دكتورن وقول سهيتي وحلايا هاي مسلمين تاي سومالي هاي ملك استود جوكتان بكفرها وعرور تاني أو قرآن كإلهي كشرفي وقولك سهيتي يجاول بقربها كل شيء وقربها كل كري ودتك نلليه وقرباوين يا قرآن كي الله بري وأوجدان والحفدسيي وترتمدي يقولك سهيان قرآنك وحنوية هالشرف وإنه لا ذكر لك ولقومك وسوف تسألون النجا يأهل كنا يدت كنا يا أولادنا وشرف وياهي الله نقولنا ولا يو الله نقول له الله نوصل صاره وحنلاقيها عوا ألف مبروك 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 ما شاء الله. جزاك الله خير الجزاء. هاتنا وحنكسر دوين يا دايركتور كام هوغاميها مركز كا ابو بكر سي اسلامك سنتر اهنا معلم وين هذه فليتفضل مشكور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. نعاوه وهبين اد فرح بدن وحان جوغنا البوركا من يابلس وحان انمد ان فرحده لا قادنو ان محمد ان او كميد اه مسؤولين مساجدك علماء مساجدك اخيارت مساجدك يو قبضا عاو قول كسو هويسي ترتن كي هبلها دبي كدعين كانت ستاحة سوك الشي وحالينا إله سبحانه وتعالى قبضا يو معلن كيذا والد كيذا إلمان جاليد أبو بكر با هبركي إن شاء الله تعالى. جزاء الله خير الجزاء. هاتنا إن شاء الله تعالى وحن كسو دوين يا عبد العسيس محمد سقولة أو كميد ترستيغا ما فايز شارك مساسك أو بكر صديق سلام سنر كلمات كوبان إنه إذا هذا فليت فضل مشكورا. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ورد عاوة حفر حد نواع إن شاء الله كل جنب إنا نعاوة سودة وينينه عاوة محمد عبد الصلاة ورنتي قول وين كسو هو يسي ترتكي هذا كده عي مقالة دبي ورنتي آذي هذا وفر حسن هاي دمار رجل معلمين تي ووالدين تي ويجوغان وحكى لورنتي وتهنيين يا والدين تا والدك دلي محمد عبد الصلاة وهو يدد ما إن شاء الله
كوشا وين سوهوين رنتي رد أبو بكر معلمين هالنقطه إمامك إمام هذا كل جود بإن شاء الله هول علوس ورنتي هول علوس لنا عكسوا على الدراسة القرآن كما شاء الله أبو بكر صفة عم هوشة رنتي أن قولوا إن جسوه وحن رجينا إن شاء الله إن في وجهك صلى الله وذا هوش وسعته إن شاء الله أتبع نوفر حسن عاو ورسولويننا عاو ورنتي قبر حلقة كل الله تيا وقرآن أبو بكر قبل وضي ورنتي هاد ما أنت يسوه يسي قوشة أنت على وقف صدق هذا كشيء هذه أتبع نوفر حسن هاي هني أن لكم بالله إن شاء الله وردين تيجي معلم تبقولي بارك الله فيكم جزا الله خير الجزاء إن شاء الله تعالى وحان كسر وين يا معلم عبد الناصر محمود فارح قيلة أهنا أرضي بدن معلم كود ترتمه ورسوق قول يستي عوانا معلم كذا كلمة ليرجلين يو كقيب جليد تهنية دي فرحة دن أين تبيني إنه أيان كسر وين يا فلة تفضل مشكورا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله مركو هري وحن أمهد علينا يا إلهي سبحانه وتعالى مرك اللباد وحن سود وينينا وصفر نغم قنا عو محمد عبد السلاد يو أبهد محمد عبد السلاد وصفر نغم قنا دبي ترتن كدعا دبي سنة كستا وقبلها وعو أي كقيب جليسي وإلى صدّن حلاي سديتن يلح عرض كقيب قشي ترتن كاس وعو يقول كسه هو يسي قشين مرت صدح أدبان وفر حسن هيجوشاس وحن دريمينا فرحد وحي أرنتان يقول وتهي دمان ومضى الصوماليات جارهان جاليد الصوماليات كنول مريكن كا مركا إلهي سبحانه وتعالى وهم هذين نجوشاس وحن رهانتي هذ عليني عد كستا oo guusha caawa qayb ka ahayd ay ugu horeeyaan macallimiinta culuumada iyo idaarada masaajidka iyo dhamaan macallimiinta oo dhan iyo cid ka soo xaq u leh caawa ayadana waan uga mahadcelinaynaa maaragtay dadaalkaas iyo waxqabadkaas marka waxaan ku soo ugu dambeyntii aan insha Allah aan jeclahay inaan ayadana u hambalyeeyo caawa maxamed abdi salaad oo ah gabar dadaal badan رونهانتينا إن وقت بدن كبح سي قرانكا إن أيضاً وأنهم هذا علينا إن وأن مارت وهم بلينا إن وحن كل وهم بلينا إن والد كان محا عبد السلاد يو أه أبهد يو فاطمة وأيقون لسه دلالي وجوشان ما أنت إيجارتي رونهانتي لف دبر وها أيضاً وأنهم بلينا إن إله سبحانه وتعالى وحن كبرنا إنه إن جنة إن إله سبحانه وتعالى سو وجليه إن عد كستا وقيب كأه إن هو جوشان إن عونا إن إله سبحانه وتعالى حنقبرنا إنه مارتي إن أدوني آخر لبنان كسوجو إنت أصلا أرى الله إن شاء الله وان فيرست وحمة الله سبحانه وتعالى إن نقدر جاي مسلم سلمرك أصلا إن أنا عاو صدو وينه جبر قبله إن كم ده يدوس جينا oo quraanka ilaahay ku soo tartamtay aanu ku soo dhawayna halkan mahadda labaad waxa iska leh community kan muslimiinta masaajidan iyo institutions kan ka shaqeeyay ay ugu horeeyaan culimadu tan saddexaad waxa iska leh waa anadi aad maartay ugu mahadinayna macallinkeena qaaliga iyo macallimiinta taxfiidka oo dhan oo macallin Cabdinaasir Maxamuud Faarax ilaahay subhanahu wa ta'ala dunida akhira waxa ku barakeeyo adigii kuwa kulamidka oo maaragtay ducada oo ilmahan iyo tarbiyadooda u taagan dadka muslimiinta waxbaristooda tan labaad waxa la waalidka madaalayaasha saddexaad oo iyaguna runtii waqti badan ku dhumiyay maxamed abdu salaad oo walaalkay ah oo aan taariikhdiisa garanayo ahaana ragii ugu horeeyay oo dacwo ka bilaaba minnesota maasha allah congratulations waxaan u hambalyeynaynaa walaashan caawo juhdiga iyo dadaalka ay soo muujisay tartanka dubai waxaan kaloo aan rabnaa ilaahay inaan uga barino una duceyno macallinkeena macallin Cabdinaasir oo runtii juhdi maalin iyo habeen bale geliyay ardada u soo saari lahaa iyo waalidiinta oo maaraad aabaha iyo hooyada ayaga laftigooda juhdigooda u san yareen ilaah barakeeyo iyo markaska Abu Bakar iyo macallimiintiisa ay juhdiga wadaan gunaanadkee gabadana waxaan kalmad kooban u dhiibaya Sheikh Thaqalayn Ustaad Khadar Salaam Masha Allah Masha Allah waxaan u tahniyeynaya
قبل كسو قولة ستي ترتنكا إن شاء الله تعالى يو معلنكا معلنك هذا مع عبد الناصر يوالدك لمان يو معلمين تا كسو قيب قشي سودوين تن أرضي قلقو سودوين إن شاء الله تعالى إلهي بركة يو عرورتك لنا الله سبحانه وتعالى نو إلى ليو وجزاكم الله خير والسلام عليكم. بسم الله بسم الله مقعي وفاذ ما عبد الله إن وحا إن هويا وهي قبل ما ركتي إن قصو قشي دبي كالنت صدحاد إن وحا ما هاد إسكال مركورة الله وين إي واحد كا يغفر الرحين كا يعدون كان يكون كان إسكال إن ما هاد لباد وحا إسكال معلن كيدي لسو الددالي لسو لفري لسو لباتوضي برف لسو تباحي وح بضن ما ركتي أصور دبر أضيقي هل كان سوء قرسيي با مهد لبعضنا إسكالي إن يو كوميونيتي قردن مساجد كأو بكر الصديق إسلامي سنتر إن يو دمان إن يعني مساجد كأبو بكر يو إن والدين تا معلمين تا معمول كا إن يو كوميونيتي قردن إسومالي دا إن من سودة ديگن أو إسكوحيدان أو حتى ده مساجد كسميهي أو تمرعات كده يحوله ده يحوق دي إن ماركتي وجود ده غي أو إن نهر كسوق قرنو مانتا عنو كلمها دون كوجو عالمي سن عنو سوق الله أي نوعها تي إن با ماركتي رجع برمامش كاس واحد إسكال ده إلهي مهدي بيكسوق ناتي أنا أهاتي فرحة ده إذا أنا لمدر إن ماركتي لما كوبي كرو إن وأنا وح أسو يقول أسو وده هو يتي مدة صومالية أردن يدقن من الصعدة إن إلهي مهدينا ومعركتي ويكو أهات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته my name is عوض صلاة and I had the opportunity of participating in this year's Dubai International Quran competition. I'm extremely happy and I never thought that this was a possibility. والله it was a dream come true. And I never thought it was possible that I could get in the top in such a high Quran competition. First of all, I'd like to thank my ma'anin who stood by me all those years, more than 7-8 years now. I couldn't be any more happy to have him as a mentor, as a teacher. And also to Sheikh Hassan Abu Nar, who also gave me the opportunity to go and represent America in this year's Quran competition. I'd also like to say a happy thanks to my family, moreover, Hoya and Abo, for the time and efforts that they put into me. Not a lot of kids get the same opportunities that I get, and my parents were a huge catalyst in that. I'd also like to thank the masjid who gave me the space to learn the Quran, and to my friends who stood by me, were my compatriots all this time, and I couldn't get to where I am today if it wasn't for all those people. So I'd like to say Jazakallah to all of them. And Alhamdulillah, first and foremost, you know, all praise to Allah. And then to my ma'anins and my parents and my friends and everyone else who made this dream of mine come true. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم آد يا آد برمان تو فرح سنة هاي قبرنا هبريرك وهاي عو محمد سلاد وقالنت الصدحات سوق الشيء أبو دبي وحنلاقيه ما إن شاء الله تشسك الله خير وحنلك المهد وقعلينا إياه معلن كذا عبد الناصر يو المساجد كأبو بكر الصديق إيمانك كل إنتي قرب قبطي يكمين تيجا سومالي ده أصحابته قبلها أصحابته ده معلمين تا كسو قيب قليمان تا آدي آدي مان تا فرحد وين نوغوت هاي ومد سوماليات ميل كست أي تشوغان با وحانو لان هاي هنباليو هنباليو إلهي يدنا وحانو قبر يايا إلهي إنو ku anfaco quraanka ay baratay iyo xijaabka iyo diinta islaamka ba inay sida hore ugu sii wadaan umada soomaaliyeed oo dhan bismillaah allahumma salli ala muhammad wa ala muhammad waayid wada salaamay dhamaantiin waxaan maanta aad u faraxsanahay ardadeena soo gashay maasha allah waxaan mahad celinayaa ilaahay markii hore markii labaad macallinkeeda macallin abd alnaasir faarax aad baa ugu faraxsanahay cawa maxamed salaad maanta kaalintay soo gashay oo number 3 ay ka soo gashay dubai international waxaan u mahadcelinayaa masaajidka community-ga culimada iyo maamulka iyo macallimiinteena dhamaantooda iyo ardayda iyo waalidka ilaahay ha noo wada xifdiyo khayrka aanu ku jirno ilaahay horan noogu sii dhigo
aad waxa ugu mahadcelinaya waalidkeeda ku soo dadaalay maasha Allah baan leeyahay cawo u duceynay ilaahay hore u soo saaray habar adiga iyo ardayda kale iyo intii kulamida maanta waxa u wada iimaanay walaasheena cawo maxamed salaad oo ku soo guuleysatay tartanka dubai kaanta saddexaad ka heshay maasha Allah yaani waa horta mucjiso Allah qof oo ku dhashay mareekan ku soo koreyna oo quraanka heer sare ka gaar oo wadamaha dadkii muslimiinta ka wada imaadeen oo nambarkii saddexaad kaalinta saddexaad ee ka heshay caawa waxaa ku dhaheena hambalyo waa guul ay u keentay soomaalida khaasatan kuwa ku nool mareykanka si khaasna u ah markas abubakar ilaahay subxaana wa tacaala ay xifdiyo Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Congrats, Awa. We're proud of you. You made us all proud, and we're thanking your parents, your ma'alimin, and us as your classmates. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I really want to congratulate my sister, Awa Muhammad Salad, my blood. She is my biggest role model, and inshallah, I'll follow in her footsteps. Congratulations, Awa. We're very proud of you, and welcome back.